ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ أليشا. الحمد لله Alicia, we close to finish Surah At-Takwir. We have like last three lines. And after this, inshallah, we try start with Surah Abasa is the next Surah. So let's try read here Surah Abasa, Alicia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا فاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. سبحان الله العظيم. This إن شاء الله عائشة for سورة عبسة إن شاء الله we finish سورة التكوير and إن شاء الله we try to finish سورة عبسة for next month. I ask Allah إن شاء الله to help you إن شاء الله to memorize the whole Quran إن شاء الله شيخ عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.